يسمع الناس عن الأمير عبد القادر القائد المؤسس لدولة الجزائر الحديثة، وعن المقاوم العنيد لجنرالات فرنسا من ديميشيل وتريزان وفواغول وبيجو ولاموريسيير إلى لدوك دورليان ولدوك دومال، عن الشاعر الصوفي وعن حامي الأقليات المسيحية بسوريا، كما سمعوا عن رحلته إلى الحج مع أبيه محي الدين، وعن زياراته إلى باريس وإلى تركيا، ثم عن مقامه الأخير في دمشق الشام حيث أسلم روحه لبارئها. ولكن ماذا نعرف عن الأمير عبد القادر السجين؟ عن الأمير عبد القادر المسلوب الحرية، المحبوس مع أمه وإخوته وأصهاره وخليفته وبين نسائه وبناته وأولاده وخدمه طيلة 5 سنوات كاملة. ماذا نعرف عن المطالب بإيفاء العهد وإنجاز الوعد من السلطات الفرنسية والحاسب نفسه ميتاً في صورة حي كما قاله للأسقف ديبوش؟ حين قرر الأمير عبد القادر وضع سيفه بين يدي لاموريسيير، كان قد أخذ وعداً من فرنسا أن يتركوه يمضي إما إلى عكة بفلسطين وإما إلى الإسكندرية بمصر، وفي نفسه أن جهاده قد انتهى وأن للجزائر رجال كثر سيقومون مقامه في مواصلة الحرب مع المستعمر. انطلق الأمير من جامع غزوات على متن باخرة بخارية اسمها أسمودي في 27 من ديسمبر عام 1847، ومعه أكثر من 80 رجلاً وامرأة من أهله وحاشيته إلى فرنسا، وفي حسابه أنه سيسمح له بعدها المضي إلى وجهة ابتغاها، لكنه سيعتقل بقلعة لامالغ بتولون، حيث سيبقى محبوساً إلى 23 أفريل من عام 48، ليرحل مجدداً مع أهله فقط إلى قصر أمبواز في 2 نوفمبر من السنة نفسها. أما مرافقوه وأتباعه من القادة العسكريين وغيرهم ففصلوا عنه، وقررت السلطات ترحيلهم إلى جزيرة سان دومينغ التي تعرف اليوم بجمهورية الدومينيكان. سيبقى الأمير مسجوناً محبوساً محجوراً عليه طيلة السنوات الأربع اللاحقة، وسيصبح ذلك الأمير المتشرد المتنقل من معتقل إلى معتقل تحت أنظار الفضوليين من السياسيين ورجال الكنيسة والعلماء وغيرهم، ولكن من غير أن ينال شيئاً من حريته. إذا كان المقام في تولون ثم في بو دام أشهراً لم تتعد سنة، فإن حبسه في قصر أمبواز دام 4 سنوات طويلة ليلها كنهارها، أيام سود نحسات زار الموت فيها عائلة الأمير ومن رافقه 28 مرة، 2 منها في معتقل بو حيث توفيت بنتان إحداهما للأمير، و26 مرة وهو في أمبواز حيث توفيت خديجة ابنته ومبارك زوجته وأحمد ابنه وفاطمة خادمته وحليمة بنت قارة محمد آغا العسكر، وغيرهم كثير وأكثرهم من الأطفال والنساء الذين لم يتحملوا برد القصر والأمراض التي انتشرت فيه منذ البداية. فلقد كان لعائلة الأمير سريران لا أكثر، واحد له وآخر لأمه البالغة من السن 75 سنة، والتي كان الأمير يخدمها بنفسه ويجلها إجلالاً كبيراً. أما الآخرون فكانوا ينامون على الحصير في ظروف إنسانية وصحية لا صلة لها بحياة القصر. فيما كان يفكر الأمير أثناء هذا الحبس؟ لقد قضى جل فترات مقامه بين سجن وإقامة جبرية وحصار وحد للحريات ومعاناة بسبب عدم وفاء فرنسا للوعود التي قدمتها له مقابل وضع السلاح.
وقد ظل الأمير في معظم هذه الفترة يطالب حكام فرنسا بتنفيذ بنود الاتفاقية التي تربطهم به والتي تقضي بنقله إلى ديار الإسلام. ولم يخضع الأمير عبد القادر للضغوط التي مورست عليه قصد حمله على التنازل عن مطلبه والقبول بالاستقرار في فرنسا، وقد عرضت عليه الحكومة الفرنسية التنقل إلى باريس والاستقرار بها مع عائلته مثلما قصدها إبراهيم باشا خديوي مصر. فكان رد الأمير إن إبراهيم باشا يرى باريس من أمصار فرنسا متنزهاً له يمرح فيه كيف يشاء، أما أنا فلا أرى فرنسا الآن إلا سجناً لي ولمن معي، فلا فرق عندي بين تولون وباريس. وكان يقول لصديقه الأسقف ديبوش إنه لا يحق له أن يتمتع بما يشاهده ويراه خلال تنقلاته ما لم يتذوق هو ورفاقه طعم الحرية المسترجعة. ولطالما شبه الموت بالخلاص من الأسر لشدة تأثره بما أصاب عائلته ورفاقه من عذاب ومآسي جراء قراره بوضع مصيرهم بين يدي الفرنسيين في وقت كان بإمكانه اللجوء إلى الصحراء الكبرى. وفي كتاب تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر في بداية جزئه الثاني يقول: لو فرشت لي سهول فرنسا ومسالكها بالدباج لن أقبل السكن بها، ولن أسكت عن المطالبة بإنجاز الوعد الذي بيننا. ها أنا بين أيديكم فافعلوا ما بدا لكم، لقد كنت أرى نفسي ضيفكم فجعلتموني أسيركم. كثيرا ما كان الأمير يسرح باله بعيدا وهو ينظر إلى عائلته وإلى الجدران التي تحبس أنظارهم عن الدنيا، ثم ينظر إلى تقلبات الدهر ومكر الأيام قائلاً في نفسه: ما أظن أن أحداً ممن على وجه الأرض من البشر ينكر علي ما فعلت أو يذمني به، لأنني رجل أوجب علي ديني أن أدافع عنه وعن أرض أهله المتمسكين بعروته الوثقى، فقمت بذلك وبذلت وسعي فيه ما استطعت. ولما ظهر الانتهاء أجل قيامي بهذه العبادة التي حست بها ولله الحمد شرف الدنيا والآخرة، وتلاشت الهمم وتقاعدت العزائم ونفد ما كان عندي من المواد والأسباب التي كان القيام بها، سلمت وقلت أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو أقامني حيث شاء وأقعدني حيث شاء. السلام عليكم ورحمة الله. المحطة التي تؤرخ ل 1849-1853 هي محطة اعتقال وسجن الأمير عبد القادر رحمة الله عليه. وبالمناسبة أعتقد بحسب قراءاتي، بحسب تدخلاتي في قنوات عربية وقنوات جزائرية حول هذه المحطة، فهي محطة شبه غامضة، بالرغم من أن ما ينسب للأمير عبد القادر من المذكرات، بالرغم مما ينسب للأمير عبد القادر من كلام في كتاب تحفة الزائر، لا يغطي محطة كبيرة جدا، هي أكثر من 365 يوم مضروبة في أربعة. كيف كانت حياة الأمير عبد القادر في قصر أمبواز؟ أنا شخصيا بحسب حواراتي حول الأمير عبد القادر كنت أعتقد فقط أنه قد توفي له في هذه الأربع سنوات اثنان فقط، بنت صغيرة لا تتجاوز السنة ونصف وشقيقة من شقيقاته. هل هي كلها تنتمي إلى جيل 53 إلى 80 من رفقاء الأمير عبد القادر من فترة 49 إلى 53؟ هذا ما يتطلب البحث فيه، بالرغم من أننا نملك كم وثائقي كبير من خلال الدراسات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية ومن خلال الدراسات الجزائرية، لكن أعتقد أنه أهم محطة أحس فيها أنا كجزائري كمواطن جزائري كمؤرخ كمهتم بالتاريخ الحديث والمعاصر أن هناك فراغ في حياة هذا الرجل.
أنا سوف لن أتحدث عن الأمير البطل، الأمير الصوفي، الأمير الشاعر، الأمير المجاهد، لكن سأتحدث عن الأمير الإنسان، وهو معتقل في قصر من كبار القصور المعروفة في فرنسا، وهو من بناء العائلات الملكية الشهيرة في فرنسا. الأمير عبد القادر أول صدمة أحس بها أنه بدلا أن تترك له الفرصة كما اتفق مع الفرنسيين إلى الإسكندرية أو إلى بيروت، وجد نفسه في ميناء طولون، ثم بو، ثم بعد ذلك قصر أمبواز، وهو من القصور العتيقة التي تنبئ عن قيام حضارة وقيام أسرة ملكية ثم زالت. فالأمير عبد القادر في هذا القصر يتذكر أنه قد سلم سيفه للفرنسيين، ولكنه لم يسلم روحه ولا لسانه ولا شخصيته للفرنسيين، فقد ترك الأمر مفتوح لكل الجزائريين. أولى الأعمال التي قام بها الأمير في قصر أمبواز هو أنه قد هيأ المكان وطهره من كل الموبقات الموجودة في هذا القصر، لأنه يملك بحوزته جيش ما بين 53 في رواية وما بين 80 فرد في رواية أخرى، وهم عبارة عن عائلة الأمير، أم الأمير، أتباع الأمير، أبناء الأمير وبنات الأمير. وطبعا مجتمع صغير في قصر أمبواز في دار المستعمر الفرنسي الذي هتك أعراض الجزائريين بل وقهرهم عسكريا على الأقل إلى غاية 1849، سيجد الأمير نفسه في حالة من حالات تحتاج إلى طمأنينة، تحتاج إلى التفكير، تحتاج إلى كثير من الأسئلة. كيف انهزمنا عسكريا أمام الفرنسيين رغم انتصاراتنا في جل المعارك؟ هذه الأسئلة هي التي ستكون مجال لكثير من الحوارات مع كبار الصحفيين، مع كبار العلماء، مع كبار المستشرقين. أعتقد أنه للأمانة والتاريخ أن أولى الانطباعات المسجلة عن هذا المجتمع الصغير الشرقي بلباسه وبشخصية صاحبه، خاصة وأن هذه الفترة هي فترة عصر الرومانسية، الأوروبيون والفرنسيون تحديدا كانوا يبحثون عن كل ما هو شرقي، كانوا يبحثون عن كل ما هو شرقي في شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط أو في مصر وفي الحجاز وفي العراق وفي بلاد الشام، لكن الشرق بما يحمل من أساطير ومن خرافات ومن تصورات ومن رومانسية عند الغربيين قد جاءهم إلى قصر أمبواز. وأحسن من يمثل هذا الشرق هو الأمير عبد القادر ببرنوسه ولباسه ولحيته الراقية السوداء، وكذلك هذه العيون الثاقبة التي تنظر إلى مستقبل الجزائر ما بعد 1849. طبعا أولى الاتصالات التي سهلت إقامة الأمير عبد القادر للأمانة والتاريخ كانت من طرف أول أسقف لفرنسا بالجزائر هو ديبيش. فديبيش الذي أقامت له فرنسا أول كنيسة في الجزائر، والتي كان ثمنها غالي جدا لأنه قد استشهد في مسجد كتشواوا رفضا لهذا التحويل ما يزيد عن 4000 من المؤمنين الطيبين الصالحين. هذا الرجل كان يعرف أن الأمير عبد القادر شخصية اخترقت مجال الجغرافيا والزمن، هو رجل رباني بلغة مسيو ديبيش ولا مونسينيور ديبيش إتان بيو، الأمير عبد القادر إتان بيو، إتان غران غوفرنور، هو حاكم وشخصية ومتدين وعابد زاهد كبير في لغة ديبيش. فكانت أولى اللقاءات قد تمت بين الرجلين، بين رجل عسكري وشاعر وصوفي وممثل لتراث أمة بأكملها وتراث المسلمين، وبين رمز من رموز الكنيسة الكاثوليكية والبابوية الذي كانت هي الطرف الثالث في استعمارنا. لأني أنا دائما في مؤانساتي أقول أن الجزائر قد استعمرت من طرف العسكري الفرنسي ورجل الدين الفرنسي أو المبشر، ثم بعد ذلك زوروا تاريخنا على ألسنتنا من طرف المستشرق. فجاء واحد من هؤلاء الثلاثة الذين استعمرونا يسأل الأمير: ماذا فعلت في طيلة كفاحك ل17 سنة وأنت تواجه هذه الجيوش الفرنسية العتيدة التي جاءت من وراء البحر؟ الأمير عبد القادر رجل ذكي يملك البصيرة والبصر،
قال يا سيد ديبيش، أنا لم أكن مغرورا بالانتصار لأني أعرف أنني أواجه جيشا عرمرما هو أشبه بطوفان البحر الذي سيأتي على الأخضر واليابس، والذي نسميه نحن الآن في لغتنا الإعلامية تسونامي. أنا أعرف أن الجيش الفرنسي يمثل تسونامي بلغة هذا العصر، لكن أنا لم أكن مغرورا بالانتصار عليه، ولكنني أنا كنت أؤدي واجبي كأي شرف بين قومه حتى لا ألقى الملامة في نهاية الأمر. قال فاستكثرت واستكبرت قيمة ومروءة هذا الرجل الذي حاربنا 17 سنة وهو يعتقد أنه لن ينتصر علينا عسكريا. لكن أقول مثل ما يقول أحد المؤرخين الجزائريين، كان الأمير عبد القادر يمثل آخر قشة وآخر صيحة يتعلق بها مجتمع شرقي متخلف كان قد فقد توازنه منذ قرون، وهو يواجه إعصار قوات كاثوليكية مؤيدة من طرف البابوية وجيش عرمرم يريد أن ينتهز الفرصة لإعادة الانتصار بدلا من هزيمته في واترلو. هذا هو الأمير عبد القادر بما يملك من نظرة ثاقبة للعلاقات الدولية، للعلاقات الإقليمية بين تونس وبين عبد الرحمن سلطان المغرب، وبين قضايا كثيرة جدا تتعلق ب 656 قبيلة وشبه قبيلة في هذا الوطن الغالي الذي اسمه الجزائر. أظن أن أحداً ممن على وجه الأرض من البشر ينكر علي ما فعلت أو يذمني به، لأنني رجل أوجب علي ديني أن أدافع عنه وعن أرض أهله المتمسكين بعروته الوثقى، فقمت بذلك وبذلت وسعي فيه ما استطعت. ولما ظهر الانتهاء أجل قيامي بهذه العبادة التي حست بها ولله الحمد شرف الدنيا والآخرة، وتلاشت الهمم وتقاعدت العزائم ونفد ما كان عندي من المواد والأسباب التي كان القيام بها، سلمت وقلت أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو أقامني حيث شاء وأقعدني حيث شاء.